هنعرف التفاصيل من دكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التحليل. سيادة النائبة اهلا بيك. الو الو. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سامع حضرتك سامعاني؟ انا سامع حضرتك كويس. النهاردة تديلي بقى متسع من الوقت اتكلم فيه ردا على اللي حضرتك قلته. اتفضلي فن. هو الحقيقة مش الصورة بالضبط زي ما يعني مفهومة بالشكل اللي حضرتك حضرته. هو طبعا السنتين اللي فاتوا مش ان احنا يعني مش مهم هعيد الكلام، لكن الفكرة ان هو كان فيه اولويات للدولة، وكانت الدولة مش من اولوياتها نمرة واحد. يعني هي مهتمة بالتعليم، ولكن مش من الاولويات اللي هي تخصص فيها للتعليم. حضرتك موافقة على هذا الكلام؟ لا انا مش موافقة، انا بقول لحضرتك الحمد لله. ما حدث الحمد لله. انا بقول لحضرتك ما حدث. كنت ازعل قوي لو قلت لي انا موافق. لا يا فندم، انا من اول يوم، ولو حضرتك سمعت كلامي في حديث سابقة، انا بقول بد ان يكون التعليم اول الاولويات، ده من الاول خالص، وهو اساس الاصلاح للمجتمع بالزبط. كله بالزبط. اصلاح اقتصادي واصلاح اجتماعي واصلاح بالزبط. سياسي اساسه التعليم، وكل البلاد عملت. دكتورة ماجدة معلش انا بقاطعك، حضرتك ما درس يعني ليه ما تدرسوش في البرلمان لاعضاء اللجنة تجربة مهاتير محمد؟ مهاتير محمد جه قال انا كل الموازنه للتعليم، مش هعمل كوبري، وعشان كده بقت ماليزيا واحده من اهم 10 اقتصادات ماليزيا في العالم. سنغافوره كمان. انا بس عشان مهاتير محمد ده واضح في النظريه بتاعه. أيوه. التعليم ايوه وسنغافوره كمان نفس الحكايه، كانت بلد فقيره ما عندهاش حاجه خالص، وكرست كل جهودها في التعليم فقط. صحيح. في ظرف 50 سنه بقت. انا بقول ماليزيا كمان عشان ماليزيا بدات معانا. ايوه مش بس في التعليم، لا ده بقت في كل حاجه. تقدم غير عادي. تمام. ايه اللي بيحصل النهارده؟ النهارده الحقيقه الاسبوع ده احنا بنناقش موازنه التعليم، والتعليم الحقيقه برضو الماليه جايبه يعني موازنات اقل من الاستحقاق الدستوري. يعني في التعليم ما قبل الجامعي المفروض 4%، هي تقريبا 3 وشويه. التعليم العالي 2.5، البحث العلمي اقل من 1، يعني اقل من الاستحقاق الدستوري. وناقشنا كل الكلام ده واعترضنا عليه، وهنصمم هذا العام لسبب واحد. كان في وعد من السنتين اللي فاتوا ان هو يعني نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد هنؤجل هذا لمده سنتين، انتهوا السنتين. وبالتالي لسببين احنا هنتمسك بضرورة تحقيق الاستحقاق الدستوري. السبب الاولاني ان هو انتهت المهلة اللي المفروض يعني الدولة في تحسن اقتصادي. النقطة الثانية، لو حضراتكم كلكم شايفين ان رئيس الجمهورية مهتم بشدة بالتعليم وبيتابع خطوة بخطوة التعليم في كل المؤتمرات السابقة، وهو ناوي يبقى في الفترة الثانية للرئاسة اول شيء هيفكر فيه التعليم والصحة. فمن المنطلق ده هنتمسك بالجزئية دي. هتكلم بقى عن اتفضل يا فندم. طيب اتفضل كملي يا فندم. كل عندك عشان اتفضل حضرتك. كنت عايز اسال يعني بقى. هل هيحصل استدعاء للحكومه فيما يتعلق بالجزء ده بالتحديد؟ وامتى هيتم مناقشه هذا؟ ده على طول. احنا دلوقتي كان في ممثلين من الحكومه عن التعليم ما قبل الجامعي امبارح، النهارده كان تعليم عالي، بكره بحث علمي، وبعد كده انا هنلتقي بالوزراء، وزارة الماليه والتخطيط والتعليم والتعليم العالي. تمام. ولا بد ايجاد حل لغايه ما نصل للمبلغ اللي هو هيتفق عليه، اللي هو لن نتنازل عن الاستحقاق الدستوري، وهنرفض الموازنه بهذا الشكل. تمام. دي بالنسبه للموازنه. بالنسبه للتابلت التطوير بقى. التطوير التابلت هقول بس التطوير بشكل سريع جدا. التطوير نوعين، تطوير كلي شامل لكل ما هو موجود حاليا، وده هيبدا من رياض الاطفال في كي جي 1 كي جي 2 اولى ابتدائي. 3 سنين دول هيبداوا في سبتمبر 2018. في تطوير جزئي للثانويه العامه. وهذا التطوير، كلمة جزئي، هو تطوير في نظام التقييم فقط، تقييم الامتحانات. هيبقى 12 امتحان على 3 سنوات. التابلت موضوع عليه كل المناهج، وكمان فيديوهات وحاجات للإيضاح وللتوضيح، وللمنهج اللي هو اللي موجود في الكتب على بنك المعرفة اللي هو موجود على التابلت. الطالب هيمتحن أيضا على التابلت بنظام معين،
ببرنامج معين على التابلت، وكمان هيتم التصحيح هيرسل إلى الممتحنين من التابلت مباشرة. هيبقى الامتحانات كل مدرسة في يوم منفصل. برضو من ضمن الأسئلة ان هو التابلت ده حضرتك المدفوع الأجر من الدولة، كمان النت هو عليه باقة نت، عشان هنقول المحافظات ما فيهاش نت والكلام ده، لا ده هو زي بالظبط بنظام الفور جي زي الموبايل كده عليه باقة نت، وبالتالي ان هو مش هيستخدم اي نت خارجي. بالنسبة لي ده يطبق على ثانوية عام، على اولى ثانوي فقط اللي هم داخلين اولى ثانوي. طبعا 12 امتحان هيتم احتساب اعلى 6 درجات، يعني اعلى 6 امتحانات فقط. يعني الستة التانيين نعتبرهم كتجارب وكتدريب بالنسبة للطلبة. بالنسبة لي أول دفعة دكتور شوي قال ممكن يحتسب 4 من 12 كنوع من التشجيع لأول دفعة، على أساس ثم دول اللي هيخوضوا هذه التجربة. ده من السنة الدراسية القادمة، القادمة سبتمبر 2018. تمام. هذا النظام بيعالج جزئية مع وأول سنة اللي هي السنة الجاية هيطبع الكتب بجانب التابلت كمرحلة انتقالية. على أساس ما يبقاش الطلبة في رهبة التابلت وإن هو لوحده. وهنوفر فلوس الطباعة. فلوس الطباعة بمليارات، يعني كذا مليار. صحيح. كل الموضوع اللي انا بقول لحضرتك عليه تكلف 800 مليون جنيه فقط، وليست مدفوعة من الموازنة. ده من صحيح هو قرض، لكن هو من صندوق النقد الدولي. بيتم توفير كل سواء التطوير الشامل او التطوير الجزئي من هذا القرض لمدة 5 سنوات. تمام. بالنسبة لي هذا النظام هيقلل الدروس الخصوصية، انا من يعني هو المفروض يعالج الدروس الخصوصية، انا بقول ان هو هيقل بالتدريج لسبب واحد، ان الدروس الخصوصية جزء منها هو ثقافة مجتمع. احنا بندي اولادنا علشان لازم ياخد درس، وعلشان يجيب درجات ما ينقصش ولا درجة، وعلشان دروس خصوصية كمان بتعتمد على ان في مدرسين اصبحوا دلوقتي لو جاب 10 سنين فاتوا امتحانات لانها موجودة، فبيقدر يتوقع الامتحان، بيعمل له الاجابات النموذجية، بيحفظ الطلبة، وبالتالي في دروس خصوصية. النظام الجديد فيه اولا بنك اسئلة، البنك اسئلة الاسئلة اللي بتوضع، وان كل مدرسة لها امتحان منفصل لوحده، وعلى البنك الأسئلة فيه في كل مادة حوالي، يعني الأولى ثانوي بس، لكل مادة حوالي 1,000,000 سؤال بمعنى، وهيتم مليون سؤال في المادة الواحدة، وده بيطلع البرنامج نفسه اللي هو على وده نموذج عالمي. هل احنا واخدينه من مكان؟ ايوه يا فندم، هو واخدينه من كذا مكان. في مكان بيستعمل التابلت بديل للكتاب فقط، في جزء تاني للتقييم ده موجود في انجلترا وموجود في اكثر من بلد وامريكا. في يعني ده خليط من كذا نظام، وتم اعداد التابلت بهذا النظام، يعني خدنا من كل دول وعملنا النموذج المصري الخاص بينا بهذا الشكل. كل جزئية تم عرضها علينا في من الوزير في البرلمان بدقة شديدة، الموارد عرفنا جاية منين، التطبيق ازاي، كل السلبيات، اي اسئلة الناس بتطرحها لها اجابات. في مراكز صيانة برضو كان شغلهم الناس مين اللي هيدفعه، كل دي باقة على التابلت. يعني الجزء طبعا برضو في لسه رغبة، كلنا كان في رغبة بتخوف من ان هم يعني هيتدربوا ازاي وهيروح عليهم بعض الامتحانات. لا طبعا، اولا الطالب هيبقى فيه تدريب له في البداية، المدرسين مجموعات في تدريبات من فترة وهينتهي اخر مجموعة في اغسطس الجاي، بحيث ان كله يبقى فيه تدريب. احنا هنعتبر السنة، انا بقول لحضرتك 12 امتحان، 4 امتحانات فقط منهم او 6 امتحانات حتى اللي هيحتسبوا، يعني اعلى 6 درجات، بمعنى يعني سنة ونص الاولين دول مش هيحسب فيهم اي درجات. طيب سيادة النائبة، حضرتك طبعا لان عندي كل التفاصيل، انا رأيي ان ده لازم يتعمل حلقة لوحده، لانه واضح ان انتوا خدتوا قرارات، فيهمني الراي العام. لا هو لسه لحد دلوقتي احنا بندرس اكتر. احنا بالنسبه لنا ده جوانب تنفيذيه للوزير، ولكن احنا بندرسها جيدا عشان نضمن. تسمحي لي تجيبي الورق ده ونعرضه هنا بالتفصيل
الاسبوع الجاي تسمح لي الورق اللي هو خاص ايه الورق كل اللي حضرتك بتقوليه ده مهم، ده كلام مهم مهم جدا يعني، ونناقشه بالتفصيل بين كل الزوايا علشان برضو نفهم والناس تستوعب. تمام. على العموم يعني بشكل مؤقت زي ما انا وضحت شويه يعني انا بدعو الناس بس ان هي احنا التعليم يعني ما في، احنا وصلنا كلنا متفقين ان هو سيء جدا وان احنا غير راضيين عليه ولا يواكب اي تطوير، وبالتالي يا ريت نتقبل ونفهم بس. تمام. كل واحد عنده اسئله يسال ويعرف. انا مستني حضرتك تجيب لنا هذا المشروع نتكلم فيه وبالتفصيل عشان الناس تستوعب. بشكرك سياده النائبه الدكتوره ماجده نصر عضو لجنه التعليم في البرلمان.